وكذاك نحن عارفين طبعا القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة في 85 86 التسليح بتاع المرحلين، تسليح الأنانيا 2 في 94، تسليح بعض الكتائب في مناطق مختلفة، الشرطة الشعبية، الشرطة الزعيمة، الملثمين، الدفاع الشعبي والمجاهدين، وخاتمتها الدعم السريع. هو اتطور من الجنجويد، حرس الحدود، الدعم السريع، متعددة الأقراض والمهام والمهن أيضا. هي برضه متعددة المهن. دي صنعناها بيدنا. ما في زول صنعها علينا من برا. عشان ما نكذب نقول والله السودان ده مرات يقول لك السودان ده مرات بندخل ربنا نقول ربنا عذبه ربنا قاده لا نو 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 سودانيين انتوا السودان يا عم انتوا كلام ده ما نرمي اللوم ثاني في مهن ثاني في حته ثانيه نقول لا ده احنا السودانيين لعدم يعني ادارتنا الجيده للوضع في السودان. نحن افتكرنا انه لما تعمل حاجه صغيره كده ده انت بتدافع عن منطقه معينه وخليت اذا انت دافعت عن منطقه معينه وخليت المنطقه الف والمنطقه باء انت ما دافعت عن المنطقه المعينه لانه المنطقه باء اللي انت ما دافعتها هتكون هي مثابه خطر بالنسبه لكم. انا استردي ده قلته انا راعي. نحن لما كنا رعاة صغار بنسنن قرون بتاعت تيران اي زول لما يطلع من الصباح بنشيل انت طالعين تسنن القرين بتاع التور عشان يمشي يطعن تيران بتاع الناس تانيين في مهل السقايا لانه هناك البقار كلها بيلم انت اي زول مع التور بتاعه هري 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 يطعن في تيران التانيين. لكن ما انت بتنسى حاجه واحد لما ترجع للبيت انت ما بكون قصدت قرونه بيجي بطاين التيران في البيت ده اللي عملتوه في هنا تقصوا تسننوا قرير التور لكن ما تيجي قاعدين تاني تيجي تبردوا بيجي بطاين التيران بتاع البيت. ما كلنا بدينا هنا حميت الدقران الخوف شنو؟ حميت الدقران الخوف الكيزان وذاك منو ذاك العمل كده وده العمل كده يا جماعه ما انت قايلين فرعون ده صنعه شنو ما صنعه بني ادم وفي النهايه قال اني انا ربكم الاعلى وصنعه بني ادم صنعته لما هو بقى عنده مش قرون بس سننتوا قرونه هسه قاعد يطاين فيكم ها تعملوا كيف ها تعملوا بردوا كيف وده انتوا بقى انتوا سننوه وهسه انتوا برضه نفس الحكايه قاعد تسننوا بينا قرون بتاع ناس كثيرين انتوا انا بعرف الجيش اكثر منك خلينا اقول لك الجيش موجود فأنا داير أقول إن إحنا ما نسنن قرون ونيجي نقول الجيش موجود، ما الجيش ده المفروض نسنن قرون الجيش مش قرون الناس تعليم عشان يكون في عناية تانية. أنا السرد ده يا جماعة يعني كلام اللي قالوه الناس قبل ده كله طبعا الناس بيصفقوا فوقه كتير وبكوركوا فوقه. أنا كلامي ما في زول بكوركوا فوقه لأنه ما في عواطف ما في تشجيع. أنا السرد ده بقوله لكم عشان ما نقع في نفس الأخطاء اللي نحن ليوم الليلة ما قادرين نعالجها. ما وقعنا في أخطاء نتيجة للغضب وعدم إدارة الغضب بتاعنا ونتيجة للحاجة لأنه نحن محتاجين ونتيجة للعواطف. خلينا نخطها برا. هسي عندنا مشكلة في السودان، عندنا مشكلة بتاعت احتلال هذا البلد. نحن دايرين نطرد المحتل من هذا البلد، نحن دايرين نطرد الاستيطان من هذا البلد. ده الحاجة اللي قدامنا الليلة نحن دايرين نتعامل به. فلو نحن بقينا الكلام ده دايرين نعمله مجزع نقول حتى الفلانية ولا مثلا عروس قبيلة كان في كم عروسة مولانا في عروس بحر عروس الأبيض عروس البحر الأحمر عروس المدني عروس ده لو بقينا بالعروسات ده ما نتكلم عن السودان. نحن نتكلم عن انه كيف نعالج مشكله السودان مشكله الانيه بتاعت السودان بتاع الحرب.